السلام عليكم. هل فكرت يوما ما ماذا ستفعل إذا وقعت في موقف خطير وصعب؟ كيف ستتصرف في تلك المواقف الخطيرة التي أحيانا كثيرة ما تصادفنا في حياتنا، مثل زلزال أو أي كارثة أخرى؟ لهذا استعد جيدا لنأخذك في رحلة جديدة لاستكشاف 7 حيل رائعة ستنقذ حياتك يوما ما، عليك معرفتها، الجزء الثاني. ولكن قبل البدء قم بالضغط على زر اللايك حتى نعرف عدد المهتمين بهذا الموضوع. سابعا، حتما ما تسبب أي كارثة طبيعية انقطاع التيار الكهربائي، ولهذا السبب يجب أن نكون مستعدين لهذه المواقف في أي وقت. فماذا ستفعل إذا كنت لم تمتلك الشمع أو أي وسيلة إضاءة بديلة؟ فأغلبية الحوادث أو الوفاة تحدث بسبب نقص الإضاءة. حسنا، الدوريتوس والشيتوس في هذه المواقف سيكون منقذك. قم بإشعال بعضا من رقائق الدوريتوس ولعلك تسأل نفسك، هؤلاء مجانين أم ماذا؟ ولكن الحقيقة أن هذه المنتجات تحتوي على الهيدروكربونات والدهون، بالإضافة إلى أنها ستولد غاز الميثان، وكل هذا يساعد على إشعال النيران بطريقة بسيطة. سادسا، إذا تواجدت في مكان غريب وتحتاج إلى معرفة الاتجاهات الأصلية أو نسيت البوصلة، فبإمكانك استخدام هذه الطريقة البسيطة والسهلة. سنحتاج إلى إبرة أو أي معدن صغير، أقم بحكها عدة مرات في ملابسك لكي تولد كميات صغيرة من الشحنات الكهربائية. الآن فقط قم بوضعها على ورقة الشجرة وستلاحظ أنها تدور في المياه، وبسبب الشحنات المولدة على الإبرة ستتجه ناحية الشمال. خامسا، إذا كنت محبوسا في مكان منعزل ولم تمتلك سوى القليل من الطعام، فأنسب طريقة لهذا هي مضغ اللبان، لأنه سيساعد على تقليل شهيتك وستتجنب من استهلاك جميع الموارد التي تمتلكها. وتذكر جيدا أنه يمكنك العيش لمدة 3 أيام بدون ماء. رابعا، إذا حدث انقطاع في الكهرباء بسبب حدوث أي كارثة، فمن الضروري إضاءة المكان لعدم حدوث أي كارثة أخرى أو حادثة، ويمكنك هنا استخدام علبة التونة، ستكون مناسبة لك في هذه المواقف الصعبة. لهذا قم بعمل ثقب صغير في غطاء العلبة، ثم احضر فتيل وضعه في الثقب. والآن كل شيء جاهز، لديك شمعة بدائية تشتعل إلى أكثر من ساعة بعد استهلاك جميع الزيت الموجود داخل العلبة. ثالثا، إذا فقدت حذائك لأي سبب أو ظرف خارجي وليس لديك أي شيء لارتدائه، فهذه الطريقة ستكون مناسبة لك. حسنا، يمكنك استخدام زجاجة بلاستيكية ووضعها بهذه الطريقة وكأنها حذائك الخاص. تبدو أنها غريبة بعض الشيء، ولكن اعلم أنها ستحميك من العديد من البكتيريا، بالإضافة إلى أنها ستنقذك إذا وقعت في أي طارئة كارثية. ثانيا، أغلبية الأشخاص عند حدوث نزيف الأنف لهم تقوم باستلقاء الرأس للخلف، وهذا بالطبع خطأ، لأن هذا سيعمل على دخول الدم إلى مجرى التنفس أو الهواء وسيسبب لك الغثيان. والأفضل أن تقوم بوضع ثلج على أنفك مع إنزال رأسك للأسفل وتنفس من فمك لمدة 10 دقائق. في المرتبة الأولى، أعلم أن الأغلبية لا تحب هذا، ولكن هل تعلم أن الحقن هي أسرع طريقة لاستشفائك؟ فبالرغم من وجود عدة طرق للحقن، ولكن الشائعة والمعروفة بين أغلبية الأشخاص تكون الحقن في العضل. حسنا، قبل أن تبدأ عليك بتعقيم يدك جيدا والمنطقة التي ستحقن بها، ثم قسم العضلة إلى 4 أجزاء، وهذا مهم جدا. والآن قم بالحقن في الجزء الأعلى سواء على اليمين أو اليسار حتى تتجنب العصب الوركي، ولكن يجب أن تكون بزاوية 90 درجة. بعد الانتهاء قم بوضع قطعة قطنية مبللة بمطهر فوق مكان الحقن. حسنا، الآن شارك في التعليقات بأي من هذه الحيل كنت لا تعرفها من قبل. إن أعجبك هذا الفيديو قم بالضغط على زر اللايك واشترك في القناة لدعمنا، ونستمر في نشر المزيد إن شاء الله. إلى اللقاء.